ازيكم يا مواليد برج الميزان، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج الميزان ليوم السبت 2 ابريل نيسان 2022. في الوقت الحالي انت بتخفض رأسك في يأس بشكل كبير جدا جدا يا ميزان. صحتك النهارده مش في احسن احوالها للاسف، فخليك حذر اكتر عليها علشان ما تخسرش صحتك. هتثبت في مكانك اليوم ده بشكل كبير. كل اوقاتك اللي هتكون قدامك النهارده هتبقى كويسه جدا جايه في طريقها ليك، فما تيأس. في الوقت الحالي اللي انت بتكون بتواجهه النهارده هتحاول انك تذكر نفسك بكل الذكريات اللي ممكن تكون سعيدة قدامك في اليوم ده، علشان تعرف من خلالها تشوف حتى المرحلة اللي كانت سيئة اللي انت بتمر بيها، وهتمضي بكل سهولة ان شاء الله، وهتشعر من خلالها بحاجة من التفاؤل في يومك ده بشكل كبير، بتشدك وبتكون بتريحك كتير جدا بعد الهموم والمشاكل اللي انت خضت فيها. بالنسبة ليك مهنيا النهاردة، بنصحك انك تفتح قلبك لكل الحاجات اللي تبقى جديدة عليك، علشان تعرف ما تورطش نفسك في كل العمليات اللي ممكن تبقى مشبوهة، اللي ممكن تكون مش صحيحة وتكون غلط فيها كبير جدا جدا ومش هتعرف تتراجع عنه. فخليك مبتعد جدا عن الاعمال اللي من النوع ده، وبنصحك انك تبتعد ايضا عن كل الصراعات اللي ممكن تكون بتواجهك في يومك ده، وحتى كل المواقف اللي ممكن تبقى محرجة بشكل كبير ليك. بالنسبة ليك عاطفيا النهاردة، انت هتبقى في احسن احوالك النهاردة، وهتعيش انسجام حلو جدا مع شريكك في يومك ده. هتتعرف من خلاله لحب حياتك اللي انت بتطمح انك توصل ليه. حتى لو كنت عازب النهاردة هتلاقيه بشكل حلو جدا جدا، وهتكون مبسوط جدا انك وصلت لهدفك. بالنسبة ليك صحيا النهاردة، مش بينفع الندم في اي حاجة بعد ما انك تكون تمديد في انك بتهمل صحتك وما بتهتمش بيها بشكل كبير، وما ترجعش تقول يا ريتني كنت بهتم. عندئذ هتصبح اسير للامراض واسير للادوية، فما تخسرش صحتك وحاول انك تهتم بيها قبل فوات الاوان. حركة الكواكب اليوم بيتماشى عطارد مع تشرن في الصباح ده، وبيكون بيأثر مع الشمس لحد المساء، في حين ان الوحي عندك هيكون مش مريح بشكل كبير. هنكون منفتحين على اننا نتعلم اكتر ونشفي نفسنا. هيكون عندنا فرصة حلوة علشان نرغب في اننا نتكلم اكتر ونفكر اكتر في كل مشاعرنا النهاردة وكل حساسياتنا وكل قضايانا وكل اهتماماتنا. هنكون في تحسين لفهمنا الحدسي، وهنكون بنكتذب لكل المشاكل اللي ممكن تظهر قدامنا ولكل مخاوفنا وعدم اماننا اللي ممكن نكون بنشعر بيه في رغبة في اننا نصلحه. تشجعنا النهاردة في عملية العبور دي على اننا نفتح عقولنا بشكل كويس ونتعلم من بعضنا البعض من كل ظروفنا اللي ممكن تكون بتظهر قدامنا النهاردة، ونحاول اننا ندفع ادراكنا الوضوح والمفاجئ اللي هيكون علشان ننمو بشكل كويس ونتحسن. هنكون منفتحين بشكل لا يصدق على طرق جديدة جدا علشان ننظر من خلالها لمشاكل هتكون في حياتنا بشكل كبير وبشكل عام. هنكون اكتر حساسية من المعتاد لكل الفروق الاتصالات اللي ممكن تكون دقيقة جدا جدا، واللي هتخلينا نقول او نكتب كل التأثيرات اللي ممكن نكون بنمر بيها دي في السراء والضراء. الوقت هيبقى ممتاز علشان نملأ تفاصيل كتيرة جدا للأفكار الحديثة ونحولها لاكتشافات حديثة جدا جدا لحاجة هتقيم عملنا في يومنا ده. ممكن من خلال الموضوع ده يكون في عيد لليوم ده او إضاءة مادية هتنقي هوائنا اليوم ده. مع كده ممكن نكون بنرغب في اننا نراقب قضايانا اللي ممكن نفكر فيها واللي بتتطلب حساسية كبيرة جدا. بيواصل القمر عبوره لبرج الحمل المباشر لحد ما يدخل برج السور المعتمد. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.